تسافر سفينة الفضاء فانغارد عبر الفضاء إلى كوكب بعيد لتبدأ موطنا جديدا للبشر هناك. هناك قبطان واحد على متن الطائرة وسبعة من أفراد الطاقم. يتمتع كل واحد منهم بمهارات ووظائف فريدة يمكن أن تكون مفيدة على كوكب جديد. فجأة تحتاج السفينة لعملية تخفيف الضغط، وأصبح من الواضح أن سفينة الهروب تتسع لستة أشخاص فقط. يجب على الكابتن أن يتخذ خيارا صعبا، إنه بحاجة إلى أن يقرر من يمكنه أن يكون أكثر فائدة للمجتمع الجديد. ولكن هناك أيضا الجانب الأخلاقي لهذه المعضلة. أول عضو في الطاقم هو جيمس، وهو مهندس يبلغ من العمر 42 عاما. إنه قائد بالفطرة ولا يفقد أعصابه أبدا. كان عليه أن يترك زوجته ولديه على الأرض. يأمل جيمس أن يتمكنوا من الانضمام إليه على كوكب جديد عندما يحين الوقت المناسب. عضو الطاقم التالي هو ستيسي، إنها في 29 من عمرها، وعلم الأحياء هو شغفها الرئيسي في الحياة. يمكنها إنشاء حديقة من بذرة واحدة، ولكنها لا تقبل النقد وتتحدث دائما بصراحة عندما لا يعجبها شيء ما، وهذا يجعل علاقاتها مع الآخرين معقدة. لم تتحدث مع والديها منذ سنوات، وكثيرا ما تذكر أن النباتات أفضل من البشر. عالم الجيولوجيا توم يبلغ من العمر 36 عاما. دماغه يشبه خريطة الموارد الطبيعية. إذا أعطيته ما يكفي من الوقت، فيمكنه العثور على النفط والغاز على أي كوكب، حتى لو قال الجميع إنه لا جدوى من المحاولة. يمكن أن يصبح توم عنيدا في بعض الأحيان، ولكن هذا لأنه يريد دائما الوصول إلى أهدافه. إنه رجل متواضع لا يحب التحدث عن نفسه، ربما لديه بعض الأسرار ليخفيها. أليسون هي الأكبر بين أفراد الطاقم، تبلغ من العمر 48 عاما وتعمل طبيبة. مهارة البقاء على قيد الحياة والخبرة الطبية لا تقدر بثمن. إحدى أفضل صفاتها هي قدرتها على التعامل مع أي ظرف قاس بشكل جيد تماما، ومع ذلك فهي لا تحب صحبة الآخرين، وفي بعض الأحيان تؤدي تعليقاتها إلى بكاء الناس. منذ سنوات عديدة كذبت على أختها لفسخ خطوبتها. بعد ذلك لدينا مات، باحث الذكاء الاصطناعي البالغ من العمر 25 عاما. إنه يعتقد أن المستقبل ستقوده التكنولوجيا، وبما أنه ماهر في التكنولوجيا فسوف يحكم العالم. مات يحب المؤامرات وهو مهتم جدا بالتاريخ، فهو دائما أول من يشعل الصراعات ثم يراقبها من مسافة آمنة. من المستحيل جعله يقول آسف أو يعترف بخطئه. هيلين طبيبة نفسية تبلغ من العمر 44 عاما. إنها دائما تضع الآخرين في المقام الأول، وغالبا ما يسيء الناس استغلالها. يمكنها أن تشفي النفوس، أليس هذا مهما في الأوقات العصيبة لإنشاء مجتمع جديد؟ لا تستطيع هيلين تجاهل هرة صغيرة أو جرو ضال في الشارع، وتتبرع دائما للجمعية الخيرية. الجانب الغريب هو أنه لم يعد لديها أصدقاء حقيقيون بين البشر على الأرض، وأحيانا تبكي لساعات دون سبب. العضو الأخير في الطاقم هو ريتشارد، يبلغ من العمر 23 عاما ويعمل عالما اجتماعيا. إنه يسعى إلى الكمال ويحب المبالغة في تحليل الأشياء، وفي الوقت نفسه يتمتع ببعض الكاريزما الفريدة، ويمكنه حل الصراع بابتسامة واحدة. إنه يلقي أفضل النكات ويبقي الطاقم مستمتعا في هذه الرحلة الطويلة بين النجوم. لم يتبقى سوى ساعة واحدة قبل تخفيف الضغط بالكامل. يحتاج القبطان إلى أن يقرر من سيترك على متن سفينة الفضاء المنكوبة ومن سيأخذه إلى سفينة الهروب. يقرر أن يسأل الطاقم من منهم يستحق أن يترك وراءهم. يهتف جيمس على الفور باسم ستيسي، يقول: لا يوجد شيء لا يستطيع الإنسان الذكي إتقانه. كمهندس أنا متأكد من أنني أستطيع إيجاد طريقة لزراعة بعض النباتات باستخدام التكنولوجيا المناسبة. تعتقد ستيسي أن النباتات أفضل من البشر، لذا دعوها تبقى وحدها مع النباتات. تتردد ستيسي، لكنها تقول أخيرا: ريتشارد رجل لطيف ويمكنه دائما إلقاء نكتة جيدة، ولكن هل هذه حقا هي المهارة الأكثر ضرورة على كوكب غير مأهول في الفضاء؟ وذكرت أيضا أنه يجب عليهم بالتأكيد اصطحاب هيلين معهم، لأنها أفضل شخص قابلته ستيسي على الإطلاق. يبدو توم وكأنه سعيد بترك شخص ما في الخلف. يقول: أليسون لا تستحق الانتقال إلى كوكب جديد، إنها الأكبر سنا، ويمكن للروبوت الذي دربه مات أن يحل محلها بسهولة كطبيبة. أليسون ترفض ذكر أي شخص. فجأة أصبحت عاطفية وقالت إنها تفضل البقاء في السفينة لأن الآخرين يستحقون العيش أكثر مما تستحق هي. الوقت ينفد، لكن القبطان لا يتعجل ويستمر في سؤال الطاقم كما لو أنه لا يوجد أي خطر. يثير الأمر ريبة، لأنه يجب أن يشعر بالسوء إزاء ترك شخص ما خلفه، ولكن يبدو أنه يستمتع بالعملية وسيطرته عليها.
عندما يسأل القبطان مات عمن يجب أن يتركوه وراءهم، يسأل مات فجأة القبطان عن تجربته: أين درست؟ ما الذي يتطلبه الأمر لتصبح قائد سفينة فضاء؟ يعلم جميع من على متن سفينة أن مات يحب الدسائس، لذلك يتجاهلون الأمر فحسب. يشعر القبطان بالتوتر فجأة ويقول إنهم بحاجة إلى إنهاء الأمر. يبدأ مات في كتابة شيء ما على حاسوبه. يسأل القبطان هيلين عن رأيها وتهتف باسم ستيسي. تبدو ستيسي مصدومة تماما وتقول: اعتقدت أنني وهيلين صديقتان حميمتان. ريتشارد هو آخر من تكلم، يتطوع للبقاء على متن سفينة الفضاء. إن مساهمتي في بدء حياة جديدة في الفضاء ستكون الأصغر بين جميع أفراد الطاقم. أرجوكم أخبروا عائلتي أنني أحبهم كثيرا. إنها لحظة مفجعة للطاقم. يقترب الجميع من ريتشارد ليودعوه ويشكروه. الوحيد الذي لم ينضم إليهم هو مات. يندفع القبطان ويقول إن الاختيار واضح، يمكنهم الذهاب بدون عالم اجتماع، بالإضافة إلى أنه قد تطوع بالبقاء على أي حال. فجأة يقفز مات من جهاز الكمبيوتر الخاص به ويطلب من الجميع الابتعاد عن القبطان. محتال، إنه محتال. كان لدى مات الوقت الكافي للتحقق من كل ما قاله له القبطان، وكان كل ما قاله أكاذيب. ثم وجد صورة القبطان الذي كان من المفترض أن يذهب في تلك المهمة، ولم يكن هو الذي يقف أمامهم. الآن يبدو أن الاختيار واضح، لا يعرف الطاقم شيئا عن القبطان المزيف ولماذا قرر الكذب عليهم وتعريض حياتهم للخطر. يتخذ القبطان وضع الدفاع ويقول إن لديهم جميعا بعض الأسرار. يصرخ: جيمس الذي يدعي أنه زوج محب وقع في حب ستيسي وقام بمغازلتها. كانت بينهما علاقة غرامية قصيرة، لكنها رفضته بعد ذلك، ولهذا السبب هتف باسمها عندما سئل من الذي ينبغي تركه. يعرف القبطان ذلك لأنه سمع جيمس يهدد ستيسي بفعل شيء فظيع لها إذا أخبرت أي شخص. ثم يقول جيمس: لقد تلاعبت هيلين بستيسي باستخدام مهاراتها النفسية، جعلت الطبيبة النفسية ستيسي تعتقد أنهما صديقتان حميمتان، وفي الواقع كانت تستغلها فقط. كان توم متورطا في بعض الأنشطة غير القانونية في الماضي، وفقد العديد من الأشخاص منازلهم بسببه، لهذا السبب لا يحب التحدث عن ماضيه. يقول توم: عندما فسخت أليسون خطوبة أختها، كانت مخطوبة بالفعل لمات. صعد مات إلى سفينة الفضاء على أمل الانتقام منها بطريقة أو بأخرى. يبدو أن ريتشارد هو الوحيد الذي ليس لديه أي أسرار. الطاقم لديه ثواني للاختيار. يوضح القبطان: أردت أن أكون في تلك المهمة تخليدا لذكرى والدي الذي كان قائدا لسفينة فضائية. فشلت مهمته في الطريق إلى كوكب آخر، ولم يكن لديه فرصة للنجاة. ربما لم أتلقى التعليم المناسب لقيادة مركبة فضائية، لكني أعرف الكثير عن الأمر من والدي. لقد سرق هوية القبطان الحقيقية ليصبح جزءا من المهمة. يصوت أفراد الطاقم ويقررون ترك القبطان وراءهم لأنه كذب عليهم وخاطر بحياتهم من أجل طموحاته. لم يعد بإمكانهم الثقة به بعد الآن، والثقة مهمة للغاية في مثل هذه المواقف الحرجة. هل تعتقد أنهم اتخذوا القرار الصحيح؟ أخبرونا في التعليقات أدنى. إذا كنت تريد السفر إلى الفضاء فاستعد لإنفاق حوالي 55 مليون دولار، ولكن في المستقبل القريب من المحتمل أن تكون قادرا على السفر إلى الفضاء بضغطة زر واحدة دون إنفاق الكثير من الأموال، لأن المصاعد الفضائية قد تلعب دورا. على الرغم من أن فكرة المصاعد المجرية تبدو وكأنها شيء من أفلام الخيال العلمي، إلا أنها احتمال حقيقي يمكن أن يحدث ثورة في السفر إلى الفضاء. بتكلفة تقدر بثمانية مليارات دولار، يمكن أن تكون المصاعد الفضائية بمثابة استثمار لمرة واحدة من شأنه أن يستمر إلى الأبد. تنفق وكالة ناسا وحدها حوالي 2.7 مليون دولار على وقود الصواريخ في الدقيقة. لإطلاق صاروخ يحتاجون إلى دفع ما يصل إلى 178 مليون دولار. يمكن تقليل هذه التكاليف بشكل كبير باستخدام المصاعد. تتمتع معظم المباني الشاهقة على الأرض بأساسات ضخمة تساعدها في الحفاظ على توازنها ووزنها. عندما تنظر للأعلى تصبح أنحف وأرق. حتى أطول مبنى في العالم برج خليفة ضخم في الأسفل وضيق في الأعلى. إذا أردنا بناء شيء مثل المصعد العملاق فسنحتاج إلى كمية هائلة من الخرسانة لبناء الأساس له، وهو ما يتعارض مع توفير بعض المال. الآن أحضر خيطاً واربط كرة في نهايته وابدأ في تدويرها. سيبقى الخيط في يدك في مكان واحد وستدور الكرة حول يدك، وهذا ما يسمى قوة الطرد المركزي، وسيعمل المصعد بنفس الطريقة. ستكون الكرة هي القاعدة في الفضاء وسيتدلى الحبل باتجاه الأرض. المحطة التي سندخل فيها المصعد ستكون في وسط المحيط الأطلسي وسيمتد الخط من هناك.
لكي يكون هذا ممكناً يجب أن يكون الخط متزامناً تماماً مع دوران الأرض، وإلا فإنه ببساطة سينكسر أو يلتف حول الأرض مثل الوشاح. وأيضاً يجب أن يكون المدار الذي سيتبعه الخط دائرة كاملة، لأن الخط لن يكون قادراً على أن يصبح أقصر أو يمتد. تم إجراء مجموعة من الأبحاث باستخدام الجبر للعثور على الحل الأمثل. انتظر لحظة، هل هناك فائدة للجبر؟ لا تهتم. وفي هذه الأثناء لن أجرك من الرياضيات، سنذهب مباشرة إلى النقطة التي يجب أن تكون فيها المسافة الدقيقة من المحطة في المحيط الأطلسي إلى المحطة الموجودة في الفضاء 36 ألف كيلومتر فوق الأرض، حيث يبدأ المدار المتزامن مع الأرض. هناك القوى الخارجية الأربع أقوى بكثير من القوة السفلية، ولهذا السبب ستبقى المحطة في مكان واحد. عندما تقوم ببناء منزل أو مبنى فإنك تبدأ من الأسفل ثم تصعد إلى الأعلى، ولكن لإنشاء هذه الأعجوبة الهندسية سنحتاج إلى القيام بكل شيء في الاتجاه المعاكس والبدء من الأعلى. المشكلة الرئيسية هنا ستكون الوزن. إذا كان الخط ثقيلا جدا فسيؤدي إلى تعطيل المدار ولن تعمل رافعة الناقل الصغير، لذلك نحتاج إلى موازنة المحطة في الفضاء للتأكد من أنها تعمل بشكل لا تشوبه شائبة. يعد الفولاذ أحد أقوى المواد على وجه الأرض. الكابل الموجود في كل مصعد مصنوع من الفولاذ، ولكن عندما تحتاج إلى كابل بطول 36 ألف كيلومتر فقد تصبح الأمور صعبة. من الصعب كسر الفولاذ لكنه مرهق، وعندما تضطر إلى استخدام الكثير منه تبدأ المشاكل في الظهور. نحن نستخدم الفولاذ الثقيل كثيرا في البناء، ولكن لدينا مواد أخف قد تضع ضغطا أقل على المحطة وتزيل هذه المشكلة. أيضا يجب أن يكون الخط مدببا، لأنه عند نقطة النهاية سيكون هناك ضغط قريب من الصفر، ولكن لا يزال يتعين أن يكون أكثر سمكاً مما هو مطلوب بالفعل بسبب مجموعة من عوامل السلامة. في البداية سيكون طول الحبل حوالي 0.13 سنتيمتر. بعد استخدام بعض العمليات الحسابية المعقدة يمكننا معرفة السمك في النهاية، وهو رقم طويل جداً لدرجة أنني لا أستطيع نطقه، ولكن صدقوني إنه كبير. لذا الفولاذ خارج القائمة، والمرشح الآخر هو الكيفلار، وهو أقوى بخمس مرات من الفولاذ. وإذا أضفنا مواد مثل الكربون والتيتانيوم إلى الخليط فإن القوة ستزيد بمقدار 10 أضعاف، وسيكون قطر الخط حوالي 80 و170 مترا، وهذا أصغر بشكل كبير من قطر الكابل الفولاذي. الخبر السيء هو أن القيام بذلك مكلف للغاية، لذا إذا لم نجد الوسيلة المثالية لبناء الكابل فإن فكرة المصعد الفضائي ستكون مجرد مضيعة هائلة للوقت. لو سيكون لدينا فقط بعض المواد الضوئية السحرية بقوة 60 جيجا باسكال، والتي سيكون لها أيضا نسبة تناقص تدريجي قدرها 1.6، مهلا، لدينا بالفعل هذه المادة الفريدة وتسمى أنابيب الكربون النانوية، تبلغ قوتها 130 جيجا باسكال، وهي أكثر بكثير مما نحتاجه. تتكون الأنابيب النانوية من الكربون، وهي أرق بمئة ألف مرة من شعر الإنسان. هذه المادة صلبة ولها قدرة توصيل جيدة، وهو أمر ممكن بفضل تركيبها الذري الفريد. نحن نستخدم هذا المنتج في أشياء كثيرة، من البطاريات إلى البصريات، ويمكن تعديله بالكامل وتكييفه لمزيد من الاستخدامات. برادلي إدواردز هو الرجل المسؤول عن هذه الفكرة المجنونة. كانت وكالة ناسا تبحث عن ابتكارات جديدة، فقالوا لا تفعل أي شيء مجنون للغاية وابدأ في بناء رافعة فضائية. أعتقد أن برادلي جي اعتبر هذا تحدياً وبدأ العمل في المصعد. كتب إدواردز ورقة بحثية عن الناقل المجري. عندما نشره توقع أن يجد الكثير من الناس عيوباً في عمله، ولكن من المدهش أن أحداً لم يفعل ذلك. كان عمله على الفور. لقد توصل إلى فكرة ربط خط الأنابيب النانوية بصاروخ وإطلاقه إلى الفضاء. سيسقط الطرف الآخر من الحبل على الأرض، وستستخدم الروبوتات هذا الحبل للتسلق وجعله أطول حتى نتمكن من البدء في بناء محطة فضائية للمصاعد. بعد ذلك يمكن للمصعد أن يبدأ في نقل كل شيء من الألواح الشمسية إلى السياح. في المستقبل قد تصبح السياحة الفضائية ممكنة تماما. من يدري، قد نذهب في إجازة إلى الفضاء. رجل راديو: مرحبا، هل تبحث عن بعض الأجواء لقضاء إجازتك؟ حسناً، لا تأتي إلى هنا، ليس لدينا أي أجواء. عفواً، ربما ليس شعاراً إعلانياً جيداً، أليس كذلك؟ قبل بضع سنوات لم يكن بوسعنا سوى إنشاء أنابيب كربون نانوية مجهرية، ولكن مع مرور الوقت تم إجراء المزيد من الأبحاث لجعلها أكبر، والآن يصل حجمها إلى بضع بوصات، وفي 20 عاماً يمكن أن يصل طولها إلى أميال. تبلغ تكلفة الكربون 28 دولاراً للأونصة. إذا قمنا بالحسابات فسنرى أننا سنحتاج إلى حوالي 1 مليار دولار لبناء المصعد.
نعم، قد يبدو الأمر مكلفاً، لكنه حل طويل الأمد للسفر إلى الفضاء، ويمكن أن يوفر لنا الكثير من المال على المدى الطويل. كل شيء يبدو مثالياً على الورق، لكن السبب الرئيسي وراء اختيار ناسا عدم الموافقة على هذا المشروع هو أنه في الوقت الحالي ربما يكون هناك أكثر من 128 مليون جسم يطفو في المدار، وقد يشكلون تهديداً حقيقياً للمصعد. يمكن جعل المصعد يتحمل بعض الضربات بين الحين والآخر، لكن التعرض للطرق دون توقف ليس جزءاً من الخطة. ومع ذلك يرى برادلي أن هناك عدداً كبيراً من أجهزة المراقبة التي تتعقب الحطام الفضائي، وبالتالي يمكن للمصعد أن يتجنبها جميعاً. إذا اصطدم شيء ما بالمصعد أو تعطل الخط بطريقة أو بأخرى، فلن تكون العواقب سيئة للغاية إذا لم يكن هناك ركاب على متن الطائرة بالطبع. إذا انقطع الخط، فسوف يطفو المصعد بعيداً في الفضاء، ولا يشكل أي تهديد للناس على الأرض. وفي اليابان يحاول المهندسون بناء مصعد فضائي، ويمكن استخدام المصعد في التعدين الفضائي أيضاً. يمكننا بسهولة تغطية تكلفة المصعد بأكمله من خلال جمع الكويكبات، لأن بعضها مصنوع من معادن باهظة الثمن، يمكننا استخراجها وإعادتها بسرعة إلى الأرض. تخيل مكاناً يستمر فيه اليوم الواحد لفترة أطول من عام كامل. على كوكب الزهرة يبلغ طول اليوم، أي دورة كاملة حول محوره، 243 يوماً أرضياً. والأغرب من ذلك أنه على الرغم من حقيقة أن كوكب الزهرة يمر بيوم لا ينتهي، إلا أن سنته أقصر من سنة الأرض. فبينما تستغرق الأرض حوالي 365 يوماً لإكمال دورة واحدة حول الشمس، فإن كوكب الزهرة يفعل ذلك في 225 يوماً فقط. لذلك بطريقة ما يعتبر اليوم بالنسبة لكوكب الزهرة أكثر ملحمية من عام كامل. الزهرة كوكب غريب بشكل عام، يطلق عليه توأم الأرض بسبب مدى التشابه بيننا. على الرغم من أنه أصغر قليلا من الأرض، ولكن هناك بعض الاختلافات الجذرية أيضا. على سبيل المثال يدور في الاتجاه المعاكس، مما يعني أن الشمس هناك تشرق من الغرب وتغرب في الشرق. والزهرة ليست الوحيدة التي ترقص على إيقاعها الخاص، بل أورانوس يفعل ذلك أيضا. وأخيرا كوكب الزهرة مجنون جدا فيما يتعلق بغلافه الجوي. عندما تقف على الأرض فإنك لا تشعر حقا بوزن الهواء من حولك. حسنا، على كوكب الزهرة سيكون هذا الشعور مثل وجود فيل يجلس على كتفيك. ضغط كوكب الزهرة يفوق الضغط الجوي للأرض 90 مرة. يوجد في الغلاف الجوي طبقة سميكة من الغازات السامة، على سبيل المثال ثاني أكسيد الكربون الذي تطلقه جميع البراكين. إنه يضغط بقوة لا تصدق، وهذا يؤدي إلى درجات حرارة عالية بشكل لا يصدق. لا عجب أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا قبل أن نتمكن من الوقوف على هذا الكوكب. في هذه الأثناء عطارد، الكوكب الأقرب إلى الشمس وله مدار أسرع من كوكب الزهرة، فهو يكمل رحلة كاملة حول الشمس في حوالي 88 يوما أرضيا تقريبا. ومع ذلك فهو يدور ببطء حول محوره، مما يعني أن اليوم الواحد على عطارد يستغرق حوالي 176 يوما أرضيا، في الأساس نصف عام، تماما كما هو الحال مع كوكب الزهرة. يستغرق اليوم هناك وقتا أطول بكثير من العام. نظرا لأنه الأقرب إلى الشمس، فلا عجب أن يتعرض عطارد لبعض التقلبات الشديدة في درجات الحرارة. يمكن أن تصل درجات الحرارة أثناء النهار إلى 800 درجة فهرنهايت، وهي ساخنة بدرجة كافية لإذابة الرصاص. لكن انتظر غروب الشمس، في الليل تنخفض درجة الحرارة إلى درجة التجمد تحت الصفر 290 درجة فهرنهايت. وذلك لأن عطارد لا يتمتع بغلاف جوي سميك مثلنا، وبالتالي لا تتوزع الحرارة بالتساوي عبر الكوكب. إذا كان أحد الجانبين في الظلام فسيكون الجو باردا جدا، وسيكون الجانب الآخر حارا للغاية، تماما كما لو تركت صخرة كبيرة عادية تحت الشمس لفترة من الوقت. في الواقع الجو بارد جدا لدرجة أنه قد يكون هناك بعض الجليد عليه. انظر إلى المنطقة القطبية الشمالية للكوكب، خاصة في تلك البقع الصفراء المضاءة بنور الشمس داخل الحفر. هذه مؤشرات على وجود جليد الماء. اتضح أن الماء أكثر شيوعاً في الفضاء مما نعتقد. يسمى المريخ بالكوكب الأحمر، يكتسب هذا اللقب بسبب كثرة أكسيد الحديد أو الصدأ الذي يغطي سطحه. تخلق المعادن الغنية بالحديد لوناً أحمر صدئاً يرسم المناظر الطبيعية للمريخ. ولكن تبين أن المريخ ليس أحمر فقط،
إذا كنت واقفاً على المريخ فستشهد تضاريس صحراوية تشبه الحلوى مع وهج الكراميل والذهبي وبعضها بني وحتى لمحة من اللون الأخضر الخفيف. يحتوي المريخ أيضاً على أكبر جبل في النظام الشمسي بأكمله، أوليمبوس مونز، يقف على ارتفاع مذهل يبلغ حوالي 13.6 أميال، وهو أطول من جبل إيفرست، وقد تشكل من خلال ثوران الحمم البركانية منخفضة اللزوجة، مما أدى إلى إنشاء هيكل يشبه الدرع. بما أن المريخ مغطى بالرمال فهو مشهور أيضا بعواصفه الترابية المجنونة، ولكن اتضح أنها أكثر جنونا مما كنا نعتقد. فهذه العواصف يمكن أن تستمر لعدة أشهر، في حين أنها قد تشكل تحديات للمهام البشرية المستقبلية، إلا أنها تساهم أيضا في المظهر الساحر للكوكب عند مراقبتها من بعيد. وليست العواصف فحسب، بل حتى الزلازل المريخية الخاصة به تعرف أيضا باسم الهزات الزلزالية، وقد تم اكتشافها لأول مرة بواسطة وكالة ناسا في عام 2019. على عكس الزلازل التي غالبا ما تنتج عن حركات الصفائح التكتونية، يعتقد أن الزلازل المريخية تنتج عن تبريد وتقلص باطن الكوكب. من المثير للاهتمام مدى تشابه الكواكب ولكن اختلافها. قد تحمل حلقات زحل الشهيرة سرا مرتبطا بماضي الأرض القديم. تتكون الحلقات أساسا من جزيئات الجليد والحطام، ويقدر أنها حديثة العهد نسبيا من الناحية الفضائية، ربما يبلغ عمرها بضع مئات الملايين من السنين فقط. الآن هناك بعض النظريات التي تقترح أنها ولدت بعد حدث كارثي، على سبيل المثال اصطدام قمرين كبيرين أو تفكك مذنب. المثير للاهتمام هو أن هذا الجدول الزمني يتزامن مع عصر انقراض الديناصورات على الأرض. يمكن أن يكون هناك اتصال؟ من يعرف؟ بالمناسبة، في حين أن زحل لديه تاج بحلقاته، فهو ليس الكوكب الوحيد في نظامنا الشمسي الذي يحمل هذه الحلقات. لدى كوكب المشتري وأورانوس ونبتون أيضاً مجموعات خاصة بهم من الحلقات، على الرغم من أنها قد لا تكون مرئية وباردة مثل حلقات زحل. ومع ذلك هناك شيء يبرز فيه زحل حقا، الشكل السداسي الرائع في قطبه الشمالي. إنه شيء ضخم ذو 6 جوانب، يبلغ طول كل جانب من هذا الهيكل المذهل حوالي 9000 ميل، وهو أطول 1200 ميل من قطر الأرض. العلماء ليسوا متأكدين من كيفية تشكله أو سببه، ويعتقدون أن ذلك قد يكون بسبب اختلاف سرعات الرياح، أو ربما تم تشكيلها بواسطة تيار نفاث محلي وبطيء ومتعرج. وحتى الآن لا يزال هذا لغزاً آخر من أسرار زحل. يشبه إلى حد كبير شكل زحل السداسي. لدى المشتري أيضاً مكان غريب خاص به، يطلق عليه البقعة الحمراء الكبرى. هذه عاصفة مستمرة منذ 350 عاماً على الأقل، وهي أكبر من الأرض نفسها. على الرغم من اسمها فقد تنوع لون البقعة على مر السنين، بدءا من اللون الأحمر القرمدي إلى سمك السالمون الشاحب. يواصل العلماء دراسة هذه العاصفة الدائمة ويكشفون أسرار استمرارها وتغير ألوانها باستمرار. من الناحية الجوية تعتبر البقعة الحمراء العظيمة مصدر قوة، إنها تولد ضغطا هائلا في نصف الكرة الجنوبي لكوكب المشتري. وفي الوقت نفسه يعتبر كوكب المشتري نفسه مصدراً للطاقة عندما يتعلق الأمر بالمجالات المغناطيسية. تأثيره المغناطيسي هائل ويمتد إلى ما هو أبعد من الكوكب نفسه، ويخلق واحداً من أكبر وأقوى المجالات المغناطيسية في نظامنا الشمسي. ولهذا السبب يعتبر كوكب المشتري مصدراً للإشعاع المكثف والشفق القطبي الساحر. في حين أن الأضواء الشمالية للأرض تخطف الأنفاس، فإن لدى كوكب المشتري ما يقدمه أيضاً. يتفاعل المجال المغناطيسي مع الجسيمات المشحونة من أقمار المشتري والرياح الشمسية، وهذا يخلق شفقاً ملفتاً للنظر بالقرب من قطبيه. ولكن بالمقارنة مع الأرض فإن حجم هذا الشفق القطبي لا يصدق، لا شيء مثل ما رأيناه على كوكبنا. ولكن حتى وجود مكان كبير رائع ليس ميزة فريدة في موقعنا في النظام الشمسي. كوكب نبتون العملاق العاصف، وهو الكوكب 8 والأبعد عن الشمس، له أيضا بقعة مظلمة عظيمة خاصة به، تماما كما هو الحال مع كوكب المشتري، عبارة عن دوامة ضخمة في الغلاف الجوي لنبتون. ولكن على عكس نظيره المشتري، ميل هذه البقعة إلى القدوم والذهاب بسبب أنماط الطقس الديناميكية والمتغيرة باستمرار لنبتون.
يعرف نبتون وأورانوس بالعملاق الجليدي، وكما هو الحال مع العمالقة الآخرين فهو يضم بعضاً من أكثر الرياح شراسة في نظامنا الشمسي. يمكن لرياحه الأسرع من الصوت أن تصل سرعتها إلى 1200 ميل في الساعة. يا لها من دراما، لكن هذا يفسر تكوينات السحب الكثيفة. بالمناسبة، إذا حلمت يوماً بكوكب يمطر ألماس فقد ترغب في زيارة هذا الكوكب. في أعماق الغلاف الجوي لنبتون حيث الضغوط شديدة، يفترض العلماء أن ذرات الكربون تنضغط وتشكل الماس، وبعد ذلك ربما تمطر هذه الماسات. يا لها من لمسة فريدة للطقس العاصف. حصلت أقمار نبتون على والدها بسبب الطقس الغريب. على سبيل المثال، يمتلك أكبر أقمارها تريتون لمسة من البراكين الجليدية. بدلا من قذف الصخور المنصهرة مثل براكين الأرض، تثور براكين تريتون الجليدية بمزيج من الماء والأمونيا والنيتروجين. تصورها على أنها ينابيع جليدية تطلق المواد في الفضاء. يبدو أنه في نظامنا الشمسي وحده، كل كوكب لديه مراوغاته الخاصة وصفاته المثيرة للاهتمام. دعونا نأمل أن نكتشف أشياء أكثر إثارة للاهتمام في الفضاء الخارجي في المستقبل. الفضاء، الحدود النهائية. إنها مساحة شاسعة وغامضة فتنتنا لعدة قرون، ولكن بقدر ما عرفنا عنه لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي كذبوا علينا بشأنها. دعونا نلقي نظرة على بعض أكبر الأكاذيب التي قيلت لنا عن الفضاء. أولا، لدينا جميعا تصور أن الفضاء هو مجرد هذا المكان الشبيه بالطبيعة البكر التي لم يمسها أحد، ولكن هذا ليس صحيحا بشكل كامل. لقد ظللنا ننثر حطاما في الفضاء لعقود من الزمن، بدءا من الأقمار الصناعية القديمة وحتى أجزاء الصواريخ. في الواقع هناك أكثر من 20,000 قطعة من الحطام تدور حول الأرض في الوقت الحالي، وهي تسبب جميع أنواع المشاكل للبعثات الفضائية المستقبلية. لذا إذا كنت تخطط لزيارة الفضاء في أي وقت قريب فراقب أين تذهب، فأنت لا تعرف أبدا نوع المخلفات التي قد تطفو حولك. هل تعلم أن الشمس ليست صفراء في الواقع؟ إنها خضراء اللون. حسنا، إنها كذلك نوعا ما. كما ترون، يقيس العلماء درجة حرارة النجوم من خلال طيف الألوان التي تصدرها. تظهر النجوم الباردة باللون الأحمر، بينما تظهر النجوم الأكثر سخونة باللون الأزرق. تبعث شمسنا معظم طاقتها بأطوال موجية قريبة من اللون الأخضر، ولكن لأنها تبعث أطوالا موجية أخرى أيضا، فإن كل هذه الألوان تمتزج معا، وترى عيناك هذا الخليط النابض بالحياة باللون الأبيض. أما من الأرض تبدو الشمس صفراء لأن غلافنا الجوي يشتت الضوء الأزرق بكفاءة بالغة. لو كان نجمنا أصفر بالفعل لتحولت الأرض إلى صخرة متجمدة، وكنا سنصبح جميعا دببة قطبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشمس ليست مشتعلة حقا، إنها كرة كبيرة من الغاز تتكون في معظمها من الهيدروجين والهيليوم، وهي بمثابة مفاعل نووي عملاق، حيث تدمج ذرات الهيدروجين باستمرار لتكوين الهيليوم داخل نواتها. تطلق هذه العملية كميات هائلة من الطاقة، ولهذا السبب تكون الشمس ساخنة جدا. وبالحديث عن اشتعال النيران في الأشياء، فإن الانفجارات في الفضاء ليست حقيقية. أعتذر لعشاق حرب النجوم، لا يمكن لسفينة فضائية أن تنفجر لأنه لا يوجد هواء في الفضاء. لا يوجد هواء يعني أنه لا يوجد أكسجين، وعدم وجود أكسجين يعني عدم وجود نار. الآن قد تعتقد أيضا أن هناك عددا كبيرا جدا من النجوم في سماء الليل بحيث لا يمكنك عدها، ولكن في الواقع يمكنك فعل ذلك. وفقا لكتالوج جامعة ييل للنجوم الساطعة، هناك 9110 نجما يمكنك رؤيتها من الأرض بالعين المجردة. لذا من الناحية النظرية يمكنك عدها، لكنني لن أتفاجأ إذا أخطأت العد. وإذا كنت قلقا بشأن الطيران عبر حزام الكويكبات فلا تقلق، على الرغم من أنه يحتوي على تريليونات من الصخور الفضائية التي تتراوح أحجامها من الغبار الفضائي إلى ربع حجم القمر، إلا أنها بعيدة جدا عنا. يبلغ عرض حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري 225 مليون كيلومتر، وهو ما يعادل مرة ونصف المسافة بين الأرض والشمس. يؤدي هذا إلى نشر الصخور الفضائية على بعد آلاف الأميال، مما يجعل من المستحيل تقريبا أن تصطدم مركبة فضائية بها. سوف تتجمد على الفور في الفضاء إذا كنت بدون بدلة فضاء. لا، لن تتحول إلى مثلجات على الفور،
سيستغرق الأمر وقتا أطول قليلا من ذلك، لأن الحرارة والبرودة لا تتحركان بسرعة كبيرة في فراغ الفضاء. ولكن لسوء حظك هناك مشكلة أكبر، فلن تتمكن من التنفس. بعد 15 ثانية فقط لن يحصل دماغك على كمية كافية من الأكسجين من دمك، وسوف تفقد الوعي. ومن ثم بعد 2 دقيقة فقط ستكون النهاية لبقية أعضاء جسدك. لذا باختصار، إذا وجدت نفسك تلعب دور رائد فضاء بدون بدلة فضائية، فستنتهي اللعبة بسرعة كبيرة. هل تعلم أن الفضاء لا توجد به أي درجة حرارة على الإطلاق؟ وذلك لأن درجة الحرارة يتم تحديدها من خلال السرعة التي تتحرك بها الجزيئات وكمية الطاقة بها. في الفراغ الحقيقي للفضاء لا توجد جزيئات لتتحرك، مما يجعله أقل درجة حرارة. بالطبع بعض أجزاء الفضاء ساخنة حقا، مثل المناطق المحيطة بالنجوم، ولكن كلما ابتعدت عن النجوم زاد تباعد الجسيمات، مما يجعل تلك المناطق من الفضاء باردة جدا. الرقم 9 هو شكل كوكبنا. لا، إنه ليس مسطحا، ولكنه ليس كرويا تماما أيضا. نعم، إنه ينتفخ عند خط الاستواء بسبب الدوران الجامح لكوكبنا. يبدو الأمر كما لو أن الأرض تقوم برقصة صغيرة خاصة بها، وبسبب هذا الانتفاخ فإن إطلاق السفن الفضائية من خط الاستواء أسهل بكثير من إطلاقها من القطبين. الآن عندما يتعلق الأمر بالصوت في الفضاء فهو أمر صعب بعض الشيء. قد تظن أنه لا يمكن لأحد أن يسمع صراخك، لكن هذا ليس دقيقا تماما. الحقيقة هي أن الصوت يحتاج إلى شيء ينتقل عبره، مثل الهواء أو الماء. في الفضاء الأشياء متباعدة بشكل كبير، لذا فإن كل تلك المعارك الفضائية الملحمية والانفجارات المجرية ستكون صامتة تماما. ومع ذلك هناك بعض الأماكن في الفضاء تحتوي على ما يكفي من الجسيمات لينتقل الصوت عبرها. على سبيل المثال، يمكنك سماع صوت الثقب الأسود الموجود في مركز مجموعة مجرات فيرساوس. هناك أسطورة أخرى تتعلق بانعدام الجاذبية. هذا ليس له معنى في الواقع. لا تزال هناك بعض الجاذبية حول محطة الفضاء الدولية. حوالي 90% من الجاذبية التي نشعر بها على أرضنا. لكن رواد الفضاء يمكنهم الطفو، لأنهم في الأساس يسقطون بشكل حر حول الكوكب. ولنكن واقعيين، نسخة هوليوود من السفر إلى الفضاء ليست حقيقية. من المؤكد أن المدارات موجودة، لكن الارتفاعات المختلفة تعني سرعات مختلفة. لذا فإن الانتقال من مدار إلى آخر ليس مجرد نزهة في حديقة. لا يمكنك أن تدفع نفسك في الاتجاه الصحيح وتأمل في نتيجة جيدة ببساطة، بل عليك أن تأخذ تلك السرعات المدارية بعين الاعتبار. ذكرني هذا بفيلم جرافيتي لعام 2013، وكيف حاولت ساندرا بولوك البقاء على قيد الحياة في الفضاء. من المؤكد أن هوليوود لها دور في هذه الأساطير، لكن من يستطيع أن يلومهم؟ في عام 1976 التقطت المركبة الفضائية فايكينغ 1 التابعة لناسا صورة لتشكيل صخري غريب على المريخ، بدا وكأنه وجه بشري مثير للريبة. ادعى بعض الناس أنه لابد أن يكون دليلا على وجود حياة خارج كوكب الأرض على الكوكب الأحمر، لكن وكالة ناسا كان لها رأي مختلف. ووفقا لوكالة الفضاء، فإن الوجه لم يكن أكثر من مجرد مجموعة من الصخور المتراكمة بطريقة خلقت الظلال التي ألقتها وهما لملامح الوجه. اتضح أنه كان مجرد تل عادي جذب الكثير من الأضواء لتكوينه الغريب. النظام الشمسي ثابت في مكانه. هذه كذبة كبيرة. إنه يتحرك عبر الفضاء بسرعة 225 كيلو مترا في الثانية، مما يعني أنه يتحرك عبر الكون بشكل أسرع من الفهد الذي يطارد فريسته. ويستغرق النظام الشمسي 230 مليون سنة لإكمال مداره الكامل حول درب التبانة. إنه لأمر جيد ألا تحصل على مخالفة سرعة، لأن ذلك سيكون بمثابة غرامة فلكية حرفيا. بدون الشمس ستكون الكواكب باردة جدا. نحن نتحدث عن درجات حرارة منخفضة تصل إلى 270 درجة مئوية تحت الصفر. ولكن مع وجود الشمس تتمتع الكواكب بدرجات حرارة مناسبة للعيش بشكل أكبر. بطبيعة الحال تكوين الكواكب ليس متساويا. عطارد على سبيل المثال هو الأقرب إلى الشمس،
أما الزهرة فهو أبعد، ولكنه تمكن بطريقة ما من أن يكون أكثر سخونة من عطارد. المسافة من الشمس ليست العامل الوحيد الذي يؤثر على درجة حرارة الكوكب، هناك أشياء أخرى مثل حجم الكوكب وعكاسيته تلعب دورا أيضا. لذا فإن كون عطارد هو الكوكب الأكثر سخونة في نظامنا الشمسي هو افتراض خطأ، فمجرد أنه الأقرب إلى الشمس لا يعني أنه الأكثر سخونة. على الرغم من تعرضنا للخداع في بعض النواحي، إلا أن هذا لا يقلل من روعة الفضاء، فهو لا يزال جزءا شاسعا وجميلا ورائعا تماما من الكون، وما زال هناك الكثير مما لم نكتشفه بعد. من يدري، ربما يوما ما سنكتشف حقا رفاقا صغارا من ذوي البشرة الخضراء هناك، أو ربما سنجد شيئا أكثر روعة. وحتى ذلك الحين علينا فقط أن نستمر في الحلم والاستكشاف. لدينا 14 كذبة في قائمتنا، هل لديك أي أساطير فضائية أخرى تود كشف زيفها؟ في الأفلام كثيرا ما نرى البشر يعيشون على كواكب أخرى مثل المريخ. لقد كان استعمار نظامنا الشمسي وما وراءه حلما للبشرية منذ فترة طويلة. تعود فكرة ذهاب البشر إلى الفضاء إلى عام 1610 على الأقل. كتب عالم فلكي ألماني يدعى يوهانس كيبلر إلى عالم فلك إيطالي يدعى غاليليو. قال كيبلر إنه يمكننا إنشاء سفن للسفر في الفضاء وحتى إنشاء خرائط للنجوم. أصبح الناس أكثر حماساً للفضاء خلال سباق الفضاء الشهير. تم إنشاء وكالة ناسا في الخمسينيات. لقد فعلوا العديد من الأشياء الرائعة، مثل إرسال محطات فضائية ومركبات فضائية إلى المريخ واستكشاف الكواكب الأخرى. كل هذا جعل السفر إلى الفضاء يبدو أكثر واقعية. اليوم تطورنا إلى النقطة التي ناقشنا فيها أخيراً إمكانية السياحة الفضائية. نحن نرسل بالفعل أشخاصاً عاديين إلى الفضاء، فقط الأثرياء بالطبع، لكن يعتقد الكثيرون أن السياحة الفضائية ستصبح أمراً طبيعياً في غضون بضعة عقود فقط. سنكون قادرين على الطيران إلى مدار الأرض والعودة كما لو كنا في جولة ما. ستحل سفن الفضاء محل الطائرات، ولن يستغرق الأمر سوى ساعتين للوصول من أستراليا إلى إنجلترا. وأخيراً سنبدأ بالسفر إلى كواكب أخرى في نظامنا الشمسي، حتى أن بعض العلماء يعتقدون أنه سيكون لدينا مستعمرات على القمر أو المريخ بحلول الستينيات. في المستقبل يمكننا استعمار ليس فقط المريخ، بل بعض أقمارها مثل قمرها سيريس وتيتان وغيرها. ولكن الأمر هو، لماذا نريد أن نعيش على كواكب أخرى؟ سؤال مفاجئ ها؟ بالتأكيد قد تبدو الإجابة واضحة للوهلة الأولى، يريد البشر التعرف على الفضاء والكواكب الأخرى. هذا الفضول هو الذي قادنا إلى اكتشافات كبيرة أخرى مثل الذهاب إلى القطب الجنوبي والقمر. الأمر التالي هو السلامة بالطبع. على البشر واجب أخلاقي لضمان بقائنا. استعمار الفضاء يمكن أن يحمينا من الكوارث التي قد تمحو الحياة على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، من خلال توطين الفضاء فإننا نحسن فرصنا في البقاء ونفي بالتزامنا الأخلاقي للقيام بذلك. علاوة على ذلك، ومع زيادة السكانية على الأرض، فإن استعمار كواكب أخرى يمكن أن يخفف الضغط على كوكبنا الأصلي. والأمر الآخر هو أن استعمار كوكب ما يعني العيش فيه واستخدام موارده. واسمحوا لي أن أخبركم أن هناك الكثير من الموارد في الفضاء. يحتوي نظامنا الشمسي وحده على أشياء يمكن استخدامها كوقود مثل تيتان. يمكن أن يوفر لنا استعمار الفضاء الطاقة النظيفة والوصول إلى مواد جديدة وتقنيات جديدة وما إلى ذلك. كلما استعمرنا الفضاء وتعرفنا عليه، كلما استطعنا إفادة البشرية أكثر. المزيد من التكنولوجيا، والمزيد من الاستكشاف، والمزيد من الابتكار وما إلى ذلك. يقول التاريخ أيضاً إن المستكشفين أقل عرضة للدخول في معارك. يزعم العلماء أن التوسع والاستكشاف يبقينا مشغولين بالاكتشافات الرائعة والنمو والأبحاث. كلما استكشفنا أكثر قل تعلقنا بمشاكلنا الأرضية، ولكن من ناحية أخرى ليس الجميع مهتمين بالذهاب إلى الفضاء، وربما لا يكون استعمار الفضاء فكرة جيدة كما يبدو. بارئ ذي بدء، هل هذا ممكن؟ يقول بعض الناس إن العيش في الفضاء أمر بعيد المنال. ربما سمعت عن الاستصلاح. يعني الاستصلاح في الأساس تغيير الكوكب وتحسينه كيفما نشاء، كما لو كنا صانع شخصيات في لعبة فيديو. يبدو عظيما من الناحية النظرية. في الواقع قد يستغرق استصلاح المريخ على سبيل المثال مئات السنين، ويكلف ملايين الدولارات وفقا للخبراء. قد يكلف استعمار قمرنا 104 مليارات دولار لا يمكن تصورها، إنها 7 أضعاف الميزانية السنوية لناسا، وهذا لا يشمل حتى التكاليف الأرضية. لكن السؤال الأكبر والأهم هو، هل من الرائع حقا العيش في الفضاء؟ الفضاء ليس منزلك المريح على الإطلاق،
معظم الأجرام السماوية هي نقاط ساخنة للإشعاع، كل ذلك بسبب الرياح الشمسية. تخيل أن الرياح شديدة للغاية لدرجة أنها يمكن أن تجرد الكواكب من غلافها الجوي. تشكل شمسنا خطراً حقيقياً على كل كوكب في النظام، بما في ذلك كوكب الأرض. النجوم قوية بجنون، يطلقون جسيمات مشحونة طوال الوقت. يمكن لهذه الجسيمات أن تتحرك بسرعة لا تصدق، تصل إلى 8 ملايين كيلومتر في الساعة. يمكن لهذه العواصف من الجسيمات أن تترك كوكباً بأكمله قاحلاً. أوف، لا مزيد من الهواء الذي يحافظ على الحياة. سوف يتبخر الماء الموجود على الكوكب ثم يتجمد، وستنخفض درجة الحرارة إلى درجة تقشعر لها الأبدان، وحتى السماء أثناء النهار ستكون سوداء مثل الليل. ومن حسن حظنا أن الأرض لديها درع مذهل يسمى الغلاف المغناطيسي، إنه يحمينا من هذه الرياح الفضائية. لكن العلماء يدرسون هذه الرياح لمساعدتنا في العثور على كواكب صديقة أخرى هناك. من خلال التحقق من خصائص النجوم والجاذبية والمجالات المغناطيسية، يمكننا معرفة ما إذا كانت كواكبها قادرة على استضافة الحياة حقا. ومن الصعب جدا العثور على كوكب لا يتعرض للإشعاع طوال الوقت، ويجب أن يكون له غلاف جوي سميك جدا كما هو الحال على الأرض لمنع حدوث ذلك. ولسوء الحظ لم نكتشف أي كواكب مثل هذه حتى الآن. ولهذا السبب فإن العيش في الفضاء يعني التعامل مع مشاكل صحية مجنونة. درجات الحرارة والإشعاع ما هي إلا البداية، فماذا عن فقدان العضلات ومشكلات الرؤية وأشياء أخرى كثيرة؟ البشر معرضون للخطر للغاية، لذلك تعتبر الروبوتات أكثر ملائمة لاستكشاف الفضاء بسبب ظروفها المعادية. لنأخذ المريخ على سبيل المثال، الكوكب الأحمر متجمد وغير جذاب للغاية. في الواقع يمكن للأرض أن تواجه أي شيء تقريبا، حتى المشكلات الكبيرة، وستظل أفضل من المريخ. المريخ عبارة عن صحراء لا تكاد تحتوي على أي ماء، وهو بعيد كل البعد عن فكرة بيتي الأحلام. لنتخيل أن هواء الأرض ملوث، لا يزال المريخ ليس أفضل حالا، فالهواء هناك رقيق للغاية ويحتوي على 96% من ثاني أكسيد الكربون. إن هواء الأرض سهل مقارنة بذلك. أو حتى لو اصطدم كويكب ضخم بالأرض، فإننا لا نزال أفضل حالا هنا من الكواكب الأخرى، وربما يكون كويكبا كبيرا جدا مثل ذلك الذي قضى على الديناصورات. كان هذا الحدث كارثيا تماما، حيث أغرق الأرض في حالة من الفوضى المطلقة. لقد خلقت حفرة ضخمة تسمى فوهة تشيكسولوب، وأدى الاصطدام إلى حرائق هائلة وأمواج تسونامي وتطاير الكثير من الغبار والحطام في السماء. الغبار والحطام حجب الشمس لفترة طويلة. هل يمكنك أن تتخيل ماذا يحدث عندما لا يكون هناك ضوء الشمس على الإطلاق لفترة من الوقت؟ أصبح كل شيء باردا ومظلما حقا، وقد أثر هذا الظلام والبرودة على النباتات والحيوانات. بدون ضوء الشمس لا تستطيع النباتات صنع الغذاء من خلال عملية التمثيل الضوئي، وهذا يعني أن العديد من الحيوانات فقدت مصدر طعامها، وكانت هذه مجرد عواقب قصيرة المدى. وبطبيعة الحال انقرضت العديد من الأنواع بسبب ذلك. ولكن حتى مع كل ذلك تمكنت 25% من الأنواع من البقاء على قيد الحياة بطريقة ما. ولو كان هذا الكويكب نفسه قد ضرب المريخ لكانت النتيجة أسوأ بكثير. لا يحتوي المريخ على ما يكفي من الأشياء مثل الماء والهواء لدعم الحياة مثل الأرض، وبالتالي فإن العواقب ستكون أقسى بكثير. في الواقع لم تنجو الأرض من حالة انقراض جماعي واحدة، بل من 5 حالات انقراض جماعي، وما زالت الحياة قادرة على الازدهار على كوكبنا حتى بعد كل ذلك. كما ترون يكاد يكون من المستحيل جعل الأرض صالحة للسكن بشكل كامل. سيظل كوكبنا دائما المكان الأكثر ملائمة للسكن مقارنة بأي مكان آخر في نظامنا الشمسي، إلا إذا قمنا بشيء جنوني للغاية. ولهذا السبب نحن بحاجة لحمايته. وهنا نأتي إلى الحجة الشهيرة، الأرض في ورطة. إذا حدث شيء سيء لكوكبنا، فلماذا لا نركز على إصلاحه بدلا من الطيران بعيدا؟ ويجادل النقاد بأنه إذا لم نتمكن من الاهتمام بالأرض فلا ينبغي لنا أن ننشر مشكلاتنا إلى كواكب أو أقمار أخرى. هل نحن قادرون حقا على استعمار عوالم أخرى بشكل مسؤول إذا لم نتمكن حتى من إدارة عوالمنا الخاصة؟ بالإضافة إلى ذلك لا يزال هناك الكثير لاستكشافه حتى على كوكبنا. البشر لم يعيشوا حتى في القارة القطبية الجنوبية أو تحت محيطات الأرض بعد. هل نحن متأكدون من أننا مستعدون لعوالم أكثر تطرفا من ذلك؟ لذا حتى لو واجهت الأرض مشكلة فلا ينبغي لنا أن نتخلى عنها. علينا أن نعمل معا وننشئ مناطق آمنة. سيكون ذلك تحديا كبيرا بالتأكيد، لكنه لا يزال أكثر قابلية للتنفيذ وأقل تكلفة من بناء مستعمرات فضائية.
وبطبيعة الحال فإن فكرة عيش البشر في الفضاء والسفر إلى كواكب أخرى هي فكرة مثيرة للغاية، لكن لا ينبغي لنا أن ننسى وطننا الجميل أبدا، وعلينا أن نتذكر أن الحياة ليست خيالا علميا، وعلينا أن نستخدم التكنولوجيا لدينا بشكل عقلاني، وأن نركز على جعل الأرض أكثر أمانا وأفضل. ما رأيك في ذلك؟ لقد تدربت على هذا لسنوات. أنت تعلم أنك جاهز، أنت واقف على عتبة الباب، تأخذ نفسا عميقا وتفتحه بشجاعة. أنت تقفز خارج محطة الفضاء الدولية إلى الفضاء الواسع، تقول على جهاز الإرسال: هذا لا يصبح قديما أبدا. تشعر وكأنك ريشة كلما تحركت في الفضاء، باستثناء البدلة بالطبع. صحيح ما قاله لك ذلك الرجل ذات يوم: بدلات رواد الفضاء تحد من نشاط جسمك، تمكنك من الحركة بنسبة 20%. بالنسبة لك هذا يعني أن لديك فرصة أكبر بنسبة 20% لأن تكون أخرقا في الفضاء الخارجي، وهذا ليس احتمالا جيدا أبدا. ليس هناك مجال كبير للخطأ أثناء السير في الفضاء. وصلت أخيرا إلى ميناء الإرسال، تنظر حولك وترى الجزء الذي يحتاج إلى إصلاح في المحطة. هذا هو المكان الذي ترسو فيه المكوكات الفضائية الأخرى عندما تأتي من الأرض أو الكواكب الأخرى. منذ حوالي أسبوع أخطأ مكوك قادم من كوكب المشتري في تقدير الهبوط وكسر قطعة من الميناء. لقد قمت بربط الدرع الجديد بحزام بدلتك. الآن كل ما عليك فعله هو تثبيته على المحطة. لقد أمضيت ساعات في التدريب تحت الماء للقيام بذلك. لقد ارتديت بدلة ثقيلة وساخنة وغير مريحة داخل حمام السباحة من أجل الحصول على التدريب الذي تحتاجه. أنا قادمة، سارة تصرخ على جهاز الإرسال. ليس لديك حتى الوقت لتسأل ماذا، حيث أن عاصفة سريعة بشكل سخيف من الحطام الفضائي تفاجئك وتهز كل شيء من حولك. تحاول التمسك بالحزام الذي يحافظ على سلامتك، ولكن لا، قطعة من الحطام ضربت للتو درع الخوذة الخاص بك. ادخل يا بوب، هل أنت بخير؟ تسألك سارة عبر الراديو. لقد صدمت قليلا من التأثير، لكن كل شيء يبدو على ما يرام. لقد اختفت النيازك أخيرا، لذا يمكنك التركيز على مهمتك الآن. تسحب الحبل الذي يربط درع الإرساء الجديد بالقرب من جسدك، لكن الجزء الآخر من الحبل لا يحتوي على شيء. أنت تفكر في نفسك: ادخلي سارة، لدينا درع مفقود. وأكرر، لدينا درع مفقود. هذا وضع خطير للغاية وأنت على علم به. أي شيء يسقط في الفضاء يمكن أن يدخل في تصادم مع محطة الفضاء الدولية أو مع المركبات الفضائية الأخرى. تحاول أن تتذكر تدريبك، ولكن عقلك يصبح فارغا. هذا أسوأ من تلك المرة التي كسرت فيها الجرة الخزفية المفضلة لصديقتك. سارة، رائدة الفضاء الأخرى التي معك على متن السفينة، تصرخ بالكلمات على جهاز الإرسال. لا بوب، أخبرني أنك لم تفعل هذا. هذه كارثة كاملة، أنا قادمة للخارج. يمكنك اكتشاف الدرع الموجود أسفل محطة الفضاء الدولية. إنه بحجم باب سيارة متوسط الحجم ويتحرك بسرعة كبيرة. إليك ما يمكن أن يحدث في هذا السيناريو: يمكن أن يعود الدرع إلى الأرض ويخترق الغلاف الجوي. من المحتمل أن تشتعل فيها النيران ويتفكك في الطريق إلى الأسفل، ولكن على أي حال سيجعل هذا ناسا وأنت تبدوان سيئين للغاية. الخيار الآخر هو أن الدرع الذي يبلغ حجمه حجم باب السيارة يكتسب زخما ويدور على طول الطريق ليضرب محطة الفضاء الدولية ويضربك أنت أيضا، أو بعض الأقمار الصناعية التي تصادف وجودها في مدار مماثل. هنا يكمن الأمر بأكمله. إذا كنت تعتقد أن الفضاء هو فراغ لا نهائي، فقد فهمت هذا الجزء بشكل خاطئ. منذ أن بدأت بلدان مختلفة في بناء معدات قوية بما يكفي للسفر في الفضاء، أصبح الفضاء أكثر ازدحاما من أي وقت مضى. ليس بسبب وجود الناس، ولكن بسبب وجود الأقمار الصناعية والكويكبات والحطام الفضائي. لقد تفاجأت عندما علمت أن الأرض تستقبل زخات نيزكية كل يوم، لكنها صغيرة جدا بحيث لا يلاحظها أحد على سطح الكوكب، وعادة ما تتحول إلى رماد قبل أن تصل إلى الأرض. ولكن هذا ليس كل شيء. ما حدث لك للتو في هذه المهمة حدث في عدة مهمات أخرى من قبل. يستمر رواد الفضاء في فقدان الأشياء في الفضاء الخارجي، لدرجة أن ناسا اضطرت إلى إنشاء قسم لتعقب ومراقبة مدار جميع الحطام الذي يطفو بلا مبالاة.
لم تصدق ذلك عندما يخبرك أحد الأشخاص أن هناك أكثر من 23,000 قطعة من الحطام بحجم الكرة اللينة تتجول في الفضاء. وإذا كنا نتحدث عن أجسام أصغر فسيصل هذا العدد إلى 500,000. بينما كنت على وشك فك قيود نفسك والمغامرة بشكل خطير عبر الفضاء الخارجي دون أي حماية، لاحظت أن سارة قد سبقتك في ذلك. لا يمكنك السماح لها بالقيام بذلك بمفردها، لذا قررت أن ترافقها. لمعلوماتك، هذا يتعارض مع كل كتيب وتدريب لوكالة ناسا تلقيته في حياتك. لكنك تعتقد إذا نجح هذا في أفلام الخيال العلمي فلابد أن ينجح معنا، على الرغم من أننا نعلم جميعا أن هذا بعيد جدا عن الحقيقة. سارة قريبة من درع الحطام، لكن وزن جسمها يجعلها تدور في اتجاه مختلف تماما. حسنا، تفكر في نفسك، هذا هو دورك للتألق وأن تكون بطلا. تحاول تحريك ذراعيك كما تفعل تحت الماء، لكن لا يوجد احتكاك في الفضاء. لا يمكنك السباحة في طريقك لإنقاذ المعدات المارقة. تحاول الاتصال بسارة لكنها لا تأتي. أعتقد أنك بمفردك الآن. لسبب ما تبدأ في الدوران في مسار مشابه لدرع باب السيارة العائم. لابد أن هذا بسبب مقدار الأشياء التي ربطتها بنفسك، أو ربما كان بوريتو الإفطار الذي تناولته في ذلك الصباح. تشعر وكأنك جورج كلوني في فيلم الجاذبية. لا، الأفضل من ذلك أن تشعر وكأنك أوبي وان كينوبي. نعم، أنت تشعر بالقوة الآن. تبقي يديك ممدودتين أمام جسدك على أمل أن تصطدم بلطف بالحطام الفضائي. 3-2-1، وكان الهبوط ناجحا. فقط أمزح، لكن نعم، لقد تمكنت من الالتحام مع الحطام. مرحى. ماذا الآن؟ أعتقد أنك بحاجة إلى مراجعة خطتك هذه لفترة أطول قليلا، أليس كذلك؟ لا تزال بلا وسيلة لتوجيه الحطام، والآن ليس لديك أي وسيلة للاتصال بمركز التحكم في المهمة وإخبارهم بأن الجسم وأنت في طريقك إلى مكان ما. لا تخف، أنت لم تأتي إلى هذا الحد لتخاف. ما هو أفضل شيء يمكنك القيام به؟ أولا، التقط صورة ذهنية للأرض، إنه منظر لا يفوت أبدا من هنا. بعد ذلك تحاول عرض السيناريوهات المحتملة التي قد تحدث في الموقف الذي تتواجد فيه. لن يكون وزن جسمك الطبيعي كافيا لإخراجك من مدار الأرض. في السيناريو الافتراضي الذي حدث فيه هذا، من المحتمل أن يتم تفريغك في مدار كوكب الزهرة وتقضي فترة غير سارة من حياتك حول حرارة هائلة. على الرغم من أن كوكب الزهرة يمثل الحب في الأساطير اليونانية، إلا أنه لا يوجد شيء جميل في الدوران بالقرب من هذا الكوكب، وأنت تعرف ذلك. إذا اقتربت كثيرا فلن تتمكن بدلة الفضاء الخاصة بك من تحمل الحرارة أبدا، إنها مصنوعة فقط لتتحمل درجات حرارة تصل إلى حوالي 250 درجة فهرنهايت. ويمكن أن تصل درجة حرارة الغلاف الجوي لكوكب الزهرة إلى 700 درجة فهرنهايت. لكن بصراحة السيناريو الأسوأ هو أبسط من ذلك بكثير. قد تقرر بدلتك الفضائية إغراق أذنيك وأنفك وفمك في الماء. نعم، لقد حدث هذا أثناء السير في الفضاء قبل مسيرتك الفضائية. كما ترى، من أجل الحفاظ على برودة بدلتك الفضائية تعتمد البدلة على ما يعادل جالونا من الماء لتعويض نظام التبريد، هذا النظام الذي من المفترض أن يرسل الهواء المعاد تدويره إلى الجزء الخلفي من خوذتك يتسرب أحيانا. وبما أنك عالق في وسط اللامكان الكبير فلن يكون لديك سوى هذا المكان الذي تهرب إليه. لكن انتظر، ما هذا الذي يلوح في الأفق؟ إنه مكوك فضائي معياري. تحاول الصراخ لكن لا أحد يستطيع سماعك خارج خوذتك. أنت تلوح بيديك. لكنه لا أحد يراك، قالت سارة. أخيرا، استغرق الأمر وقتا أطول مما كنت أرغب في العثور عليك. من الواضح أنها عادت إلى المحطة الفضائية في الوقت المناسب لتجدك قبل أن تصبح تائها في الفضاء بالتأكيد. تقول: أعتقد أنني سأخسر بعض نقاط رواد الفضاء بسبب هذه المغامرة الصغيرة، أليس كذلك؟ ونعم، بالتأكيد سوف تفعل ذلك. استعدوا يا عشاق الفضاء، لأننا على وشك إخباركم عن أسرار السماء التي تم الكشف عنها هذا العام. من النجوم العملاقة إلى الجزيئات العضوية، سيكون هذا العام رائعا بالنسبة لعلماء الفلك. لذلك دعونا نتابع كل الإثارات التي ربما فاتتك في عام 2023.
أولا وقبل كل شيء، لقد اكتشفنا بعض الوحوش النجمية الحقيقية. تخيل أنك تنظر إلى السماء ليلا وترى نجوما ليست كبيرة فحسب، ولكنها هائلة جدا. يستخدم العلماء تلسكوبا خاصا يسمى تلسكوب جيمس ويب الفضائي لاستكشاف الأيام الأولى للكون. وخلال مغامرتهم عثر العلماء على نجوم قديمة أكبر من شمسنا بعشرة آلاف مرة. نعم، لقد سمعت ذلك بشكل صحيح، 10,000 مرة. كان هؤلاء العمالقة في العالم النجمي من أوائل النجوم التي تشكلت في الكون منذ مليارات السنين. تخيل عنقودا كرويا كفريق كوني ضخم، حيث تتكون كل مجموعة من 100,000 إلى 1,000,000 عضو. تشبه هذه العناقيد تجمعات عائلية عملاقة، حيث تولد جميع النجوم في نفس الوقت تقريبا. ولكن ما الذي يجعل هذه الوحوش المكتشفة حديثا مميزة جدا؟ حسنا، قلوبها أو أجزاؤها المركزية أكثر سخونة بكثير مما نراه في نجوم اليوم. يعتقد العلماء أن هذه الحرارة الشديدة قد تكون ناجمة عن احتراق الكثير من الهيدروجين في درجات حرارة عالية جدا. يبدو الأمر كما لو أنهم يقيمون حفلة شواء مجرية. يحدث شيء رائع في هذه العناقيد الكروية، تصطدم النجوم الأصغر بالنجوم فائقة الكتلة وتكتسب طاقة إضافية، أمر يشبه زيادة في الطاقة. ولكن هناك يكمن التطور، معظم هذه العناقيد أصبحت الآن قديمة، واختفت النجوم فائقة الكتلة منذ زمن طويل. لا يمكننا أن نرى سوى أدلة على وجودها في التجمعات التي نلاحظها اليوم. يدرسها العلماء فقط من خلال الآثار الغامضة على وجودها الضخم. يعد اكتشاف هذه النجوم العملاقة أمرا مهما للغاية لفهمنا للكون. وإذا تمكن العلماء من جمع المزيد من الأدلة لتأكيد وجودها، فسيكون ذلك بمثابة تقدم كبير. سيساعدنا ذلك في معرفة المزيد عن العناقيد الكروية وكيفية تشكل النجوم فائقة الكتلة بشكل عام. ولكن هذا كان فقط الاكتشاف الرائع الأول لعام 2023، على الرغم من أن الاكتشاف التالي حزين نوعا ما. هل تعرف تلك الحلقات الجميلة التي تجعل كوكب زحل يبدو رائعا للغاية؟ حسنا، خمن ماذا؟ من الممكن أن تختفي تلك الحلقات في المستقبل غير البعيد من الناحية الفلكية. جمعت مهمة كاسيني التابعة لناسا والتي استكشفت زحل منذ عام 2004 إلى 2017 بعض البيانات الرائعة حول الحلقات. خلال النهاية الكبرى لكاسيني التي تعرف بتقاعد كاسيني، عندما قامت المهمة ببعض المناورات الرائعة بين زحل، لاحظ العلماء شيئا مفاجئا. كانت الحلقات تفتقد الكثير من كتلتها في كل ثانية أطنانا منها، وهذا يعني أن هذه الهالة الرائعة لن تبقى إلا لبضع مئات الملايين من السنين على الأكثر. قد يبدو هذا وقتا طويلا بالنسبة للبشر، ولكن في النظام الكبير للكون فهذه مجرد غمضة عين. الشيء المهم هو أننا علمنا أن الحلقات الضخمة مثل حلقات زحل لا تدوم إلى الأبد، إنها تتلاشى في نهاية المطاف. حسنا، على الأقل أنا وأنت شخصيا لن نتمكن من حضور هذه اللحظة. لدى العلماء نظرية طريفة حول ما سيحدث عندما تختفي حلقات زحل، إذ يعتقدون أن الكواكب الجليدية والغازية العملاقة الأخرى في نظامنا الشمسي مثل أورانوس والمشتري ربما كانت لها في السابق حلقات ضخمة أيضا. ولكن مع مرور الوقت تآكلت تلك الحلقات وأصبحت أشبه بأحزمة الكويكبات الرقيقة والضعيفة مثل ما هو عليه أورانوس الآن. تتكون حلقات زحل في معظمها من الجليد، ولكنها تحتوي أيضا على القليل من الغبار الصخري. يأتي هذا الغبار من الكويكبات والنيازك الصغيرة التي تصطدم بالأجرام السماوية وتتفكك. إنها مثل عاصفة ثلجية من الجزيئات الجليدية والحطام الفضائي. وكشف البحث أيضا أن حلقات زحل ظهرت بعد فترة طويلة من تشكل الكوكب نفسه. كانت لا تزال تتشكل عندما كانت الديناصورات تجوب الأرض، لذا من حيث العمر الفلكي فهي في الواقع صغيرة جدا، حيث يبلغ عمرها بضع مئات الملايين من السنين فقط. لقد أثار هذا الاكتشاف حماسة العلماء جميعا، لأنه يعني حدوث شيء مثير في ماضي زحل لتكوين هذا القرص الجليدي المذهل. لكن هذا لغز ينتظر الحل. يريد العلماء معرفة السبب الدقيق لتشكل الحلقات وسبب امتلاكها مثل هذا الهيكل المذهل. دعونا نأمل أن يكتشفوا ذلك. ولكن بالانتقال إلى شيء أكثر تفاؤلا، فإن لدينا أخبارا فضائية مثيرة أخرى. مؤخرا قام العلماء بدراسة واحدة من أبعد المجرات في الكون، وقد وجدوا شيئا مذهلا: الجزيئات العضوية. المجرة المعنية لها اسم طويل SPT-041847
إنها تبعد أكثر من 12 مليار سنة ضوئية عن كوكبنا الأزرق الصغير. هل يمكنك حتى أن تتخيل تلك المسافة؟ إنها أبعد مجرة معروفة على الإطلاق، حيث تم العثور على جزيئات عضوية معقدة. ولهذا السبب فإن النظر إلى هذه المجرة يشبه النظر إلى شيء ما عندما كان الكون مجرد طفل صغير. ليس لدينا أي فكرة عما تبدو عليه هذه المجرة الآن. الضوء الذي وصل إلينا هو ما كان عليه عندما كان عمر الكون 1.5 مليار سنة فقط. تخيل أنك قادر على رؤية الأشياء من بعيد في الماضي. لذا ما وجدوه هو شيء يحمل اسما معقدا للغاية، جزيء هيدروكربون عطري متعدد الحلقات، أو ببساطة جزيء PAH. قد تتساءل ما هذا بحق السماء؟ حسنا، خمن ماذا؟ يمكنك بالفعل العثور على هذه الجزيئات هنا على كوكبنا. يمكن أن تكون في أشياء مثل الدخان المنبعث من محركات السيارات أو حتى حرائق الغابات. تتكون جزيئات PAH من سلاسل من ذرات الكربون، وإليك الجزء الرائع، فهي تعتبر اللبنات الأساسية للحياة. تخيل أن اللبنات الأساسية للحياة، تلك السلاسل الكربونية الصغيرة، يتم اكتشافها في مجرة بعيدة جدا. هذا مثل العثور على إبرة في كومة قش. واكتشفوا أيضا أن الغاز الذي يطفو في تلك المجرة مليء بالعناصر الثقيلة، وهذا أمر مهم لأنه يشير إلى أن العديد من النجوم قد أتت وذهبت إلى هناك وخلقت كل هذه العناصر المذهلة، وهذا يعني أن هذه المجرة يمكن أن تكون غنية بالعديد من العناصر الأخرى أيضا. يفتح هذا الاكتشاف عالما من الاحتمالات ويثير الكثير من الأسئلة المثيرة. كيف تشكلت هذه الجزيئات في مجرة بعيدة جدا؟ وبما أننا ننظر إلى الماضي، فماذا حدث لهذه الجزيئات العضوية خلال هذا الوقت؟ هل يمكن أن تكون قد تطورت إلى حياة؟ نحن فقط نكشف القليل من الأشياء المذهلة التي تنتظر أن يتم اكتشافها. بالمناسبة، إن كانت بعيدة جدا هكذا، كيف تمكن العلماء من اكتشاف شيء كهذا؟ حسنا، كان لديهم أداة تسمى تلسكوب جيمس ويب الفضائي. تم إطلاق هذا التلسكوب المتقدم مؤخرا، ويتمتع بقوى خارقة عندما يتعلق الأمر بمراقبة الكون. لذلك عندما كان العلماء يدرسون هذه المجرة البعيدة، واجهوا مشكلة صغيرة. كان الضوء القادم من تلك الأجسام البعيدة خافتا جدا، لدرجة أنه كان من الصعب رؤيته أو اكتشافه. لكن خمن ماذا؟ كان لديهم فكرة رائعة لحل هذه المشكلة. لقد استخدموا شيئا يسمى عدسة الجاذبية، والتي تشبه قوة خاصة للعدسة المكبرة الطبيعية. تخيل مجرتين تصطفان بشكل مثالي تماما كما في جلسة التصوير. يسافر الضوء القادم من المجرة البعيدة الخلفية نحونا، لكن خلال رحلته يمر عبر المجرة الأمامية التي تشبه عدسة فضائية عملاقة. وتخيل ماذا؟ تعمل جاذبية المجرة الأمامية على ثاني الضوء تماما مثل العدسة المكبرة، مما يجعله أكبر وأكثر سطوعا. هذا يشبه وجود عدسة تكبير كونية لتلسكوباتنا. يخلق انحناء الضوء هذا شكلا رائعا للغاية يسمى حلقة أينشتاين. إنها مثل هالة أو حلقة من الضوء تحيط بالمجرة الأمامية، في الأساس طريقة الطبيعة لإظهار قواها السحرية. باستخدام عدسة الجاذبية وحلقات أينشتاين الجميلة هذه، يستطيع العلماء رؤية الأشياء البعيدة بشكل أكثر وضوحا، ومعرفة أشياء مذهلة عن الكون. وبفضل كل ذلك تمكنوا من كشف التفاعلات الكيميائية الخفية من المجرات المبكرة. أليس هذا مذهلا؟ العلماء متحمسون للغاية لهذا الاكتشاف. لم يتوقعوا أبدا العثور على مثل هذه الجزيئات العضوية المعقدة في مجرة بعيدة بشكل لا يصدق. من يدري، ربما هذه مجرد بداية لرحلة كونية مثيرة. لذا أبقوا أعينكم على النجوم يا رفاقي مستكشفي الفضاء. الكون مليء بالمفاجآت، ومن يدري ما هي الاكتشافات الأخرى المذهلة التي تنتظر هناك. دعونا نأمل أن نتعلم المزيد في المستقبل. تتلقى التعليمات الأخيرة من الفريق وتصعد إلى سفينة الفضاء. إنها أول مركبة فضائية صنعت على الأرض، ويمكنها التحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء. مهمتك هي زيارة الأماكن الأكثر غرابة ورعباً في الفضاء، وإرسال معلومات مفصلة عنها إلى العلماء. وهكذا تبدأ رحلتك. المركبة الفضائية تتسارع وتتخطى القمر. على مسافة بعيدة ترى كوكباً صغيراً أحمر، إنه المريخ. وانظر إلى ذلك العملاق المذهل المحاط بمجموعة من الحلقات، إنه زحل. كنت تتمنى أن يكون لديك المزيد من الوقت لاستكشاف هذا العملاق الغازي، لكن لا وقت لديك.
تمر بنجوم جميلة، بعضها مضيء والبعض الآخر لون مائل للحمرة، ويبدو أن بعضها تبدأ في الخفوت. هذا هو سيريوس، ألمع نجم في سماء الليل على الأرض. إنه يبعد عنا حوالي 8.6 سنة ضوئية، لكنك تسافر بسرعة، وسرعان ما ترى نجم الشمال، وهو أبعد بمسافة كبيرة تبلغ 431 سنة ضوئية. في بعض الأحيان تتمكن من ملاحظة نقاط صغيرة تدور حول هذه النجوم، إنها الكواكب، ثم فجأة لا ترى شيئاً. في البداية تشعر بالرعب، هل حدث خطأ ما؟ ودخلت عن طريق الخطأ إلى ثقب أسود؟ هل تعطلت أجهزتك؟ لأنه يبدو أنه على مسافة 700 مليون سنة ضوئية من الأرض يوجد ثقب، فراغ فارغ لا يحتوي على مجرات أو نجوم أو كواكب أو كويكبات، لا يمكنك رؤية أي شيء. الفراغ عبارة عن منطقة كروية تقريبا يبلغ عرضها حوالي 330 مليون سنة ضوئية، يمكن أن يتسع لحجم مجرتنا درب التبانة مليارات المرات. وبعد ذلك يتبادر إلى ذهنك أن ما تنظر إليه هو فراغ العواء الغامض، إنه يقع على بعد حوالي 700 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة العواء. إنه بمثابة الراعي الذي يقود المحراث حول القطب الشمالي. في البداية كان هذا الفراغ يسمى الخواء العظيم، ولكن في وقت لاحق اكتسب اسمه الحالي. نعلم الآن أن المجرات تبدو وكأنها شبكة عملاقة، معظمها عبارة عن أجزاء من هياكل طويلة تسمى الخيوط المجرية. تنطلق الرياح عبر الكون، وعندما تلتقي تشكل مناطق ذات تركيز عال من المجرات. هذه المناطق هي ما نعرفه باسم مجموعات المجرات، لكن بين هذه العناقيد والخيوط هناك فراغات خاوية هائلة لا تكاد تحتوي على أي مجرات. تشكل هذه الفراغات في الواقع ما يقرب من 80% من الكون المرئي، ومعظمها ضخمة، يتراوح عرضها من 30 إلى 300 مليون سنة ضوئية. يعد فراغ العواء واحدا من أكثرها ضخامة، لهذا اكتسب لقب الهواء العظيم. يعتقد علماء الفلك أن ذلك قد يكون نتيجة اندماج عدد قليل من الفراغات الصغيرة معا. ولكن ما الذي يمكن أن يتسبب في ظهور مثل هذه المناطق الفارغة العملاقة من الأساس؟ قد يكمن السبب في أصل الكون. في أيامه الأولى كانت كل المواد الموجودة في الكون مجمعة معا بإحكام شديد، حتى أن علماء الفلك يعتقدون أنه كان أشبه بحساء متماثل. لكن سرعان ما بدأت التقلبات الكمومية العشوائية بتشتيت هذه المادة، أصبحت بعض المناطق أكثر كثافة، ونتيجة لذلك أصبحت قوة جاذبيتها أقوى، وبدأت في سرقة المادة من المناطق الأقل كثافة، وهذا جعل هذه المناطق أكثر كثافة، واستمرت في جذب المزيد والمزيد من المادة. وفي الوقت نفسه بدأت كتل صغيرة من المادة في الانجراف بعيدا عن المركز لتشكل المجرات. بعد التحديق في العدم لبعض الوقت قررت استكشاف أجسام فضائية أخرى وتشغيل محرك مركبتك الفضائية مرة أخرى. هناك نوع آخر من التكوينات الفضائية كنت تتطلع إلى رؤيته، إنه السادم. إنها سحب ضخمة من الغاز والغبار، ومع مرور الوقت تبدأ الجاذبية في سحب كتل الغبار والغاز معا. إنها تنمو بشكل أكبر وأكبر، وتصبح جاذبيتها أكثر قوة. يذكرك هذا بشيء ما، أليس كذلك؟ يوما ما تصبح هذه الكتلة كبيرة جدا لدرجة أنها تنهار تحت تأثير جاذبيتها الخاصة، وتشكل نجوما جديدة. لذلك قررت زيارة بعض أجمل السدم الموجودة هناك. وتبدأ بسديم الفراشة، يبلغ طول جناحي هذه الفراشة أكثر من 3 سنوات ضوئية، والبنية داخل السديم هي واحدة من أكثر الهياكل التي تم رصدها تعقيدا على الإطلاق. ترتفع حرارة النجم المركزي، وهو قزم أبيض، إلى درجة لا تصدق تبلغ 250 ألف درجة مئوية، وهذا يعني أنه تشكل من نجم عملاق. من المحتمل أن يكون حجمه أكبر من شمسنا بخمسة أضعاف، ويحيط بالقزم الأبيض قرص سميك من الغبار والغاز عند خط استوائه، وهذا ما يجعل الهيكل بأكمله يبدو وكأنه ساعة رملية أو فراشة. المكان التالي الذي تقرر زيارته هو سديم الإسكيمو، الذي يبعد 5000 سنة ضوئية عن الأرض في كوكبة الجوزاء. تم اكتشافه منذ أكثر من 200 عام، وحصل على اسمه لسبب وجيه، يشبه تكوين قشرته المزدوجة وجه شخص مختبئ في غطاء رأس مبطل لسترة شتوية. لكن في الواقع هذه السترة عبارة عن قرص من مادة بها حلقة من أجسام على شكل مذنب، وتتدفق أذناب هذه الأجسام بعيدا عن النجم الموجود في مركز سديم الإسكيمو. تمتد الخطوط البرتقالية الغريبة الموجودة في الجزء الخارجي من السحابة على مسافة سنوات ضوئية في كل الاتجاهات. أما وجه الإسكيمو فعلى الرغم من أنه يشبه كرة من الخيوط، إلا أنه في الواقع عبارة عن فقاعة من المواد تنفخ في الفضاء بواسطة رياح المواد عالية السرعة التي ينتجها النجم المركزي. وجهتك التالية هي السديم الدائري. للوهلة الأولى تراه كسحابة عملاقة من الغبار والغاز تحيط بنجم قديم شبه منطفئ، يبدو وكأنه حلقة.
لكن علماء الفلك يقولون أن هذا السديم لا يشبه خبز البيجل، بل يشبه الدونات المليئة بالجيلي. هذا الجسم الملون الموجود في الفضاء السحيق والذي يبعد أكثر من 2000 سنة ضوئية عن الأرض هو في الواقع حلقة تلتف حول هيكل أزرق على شكل كرة. كل طرف من هذا الهيكل يخرج من الجوانب المقابلة للحلقة. الآن يمكنك التوجه إلى مكان يسمى أعمدة الخلق، تجده على بعد أكثر من 7000 سنة ضوئية من الأرض في سديم العقاب. إنه عبارة عن مجموعة من النجوم الشابة يبلغ عمرها 5.5 مليون سنة فقط. إنهم بمثابة أطفال في الفضاء. ذات مرة تمكن تلسكوب هابل الفضائي من التقاط صورة لعدة صور ظلية داكنة بالقرب من مركز السديم، والآن يمكنك رؤيتها بأم عينيك. هذه هي ما يسمى أعمدة الخلق، وهي منطقة نشطة لتشكل النجوم. وبما أنك قمت بالفعل بزيارة منطقة تكون النجوم، فلماذا لا تمر على مجرة تشبه الأحفورة الحية؟ على سبيل المثال DGSAT-1 هي مجرة كبيرة مثل مجرة درب التبانة، لكنها غير مرئية تقريبا لأن نجومها منتشرة بشكل ضعيف للغاية. ولكن ما يجعل هذه المجرة فريدة من نوعها هو أنها توجد هناك بمفردها، على عكس المجرات الأخرى من هذا النوع والتي عادة ما توجد في مجموعات. يمكن أن يعني ذلك أن DGSAT-1 قد تشكلت في عصر مختلف، ربما بعد مليار سنة فقط من الانفجار الكبير. إذا كان هذا صحيحا فإن المجرة هي أحفورة حية حقيقية. المحطة التالية في جولتك لمشاهدة معالم الفضاء هي النجم النابض الأرملة السوداء، تماما كالعنكبوت الذي يحمل الاسم نفسه. فإن هذا النجم النيوتروني الدوار يمضغ شريكه، وهو نجم قزم بني خفيف الوزن. كلما زادت كمية المواد التي يلتهمها النجم النابض كلما كان دورانه أبطأ. الطاقة التي يفقدها النجم النيوتروني في هذه العملية تؤدي إلى تضاؤل النجم المرافق. أوه، انظر إلى هذا، إنها حضانة نجمية في كوكبة القنطور. ولكن على الرغم من أن هذا المكان يمكن أن يسمى حضانة، إلا أنه ليس مسالما أو آمنا على الإطلاق. وتقع هذه المنطقة المكونة من الهيدروجين والنجوم حديثة الولادة في سديم في كوكبة القنطور على بعد حوالي 6500 سنة ضوئية من الأرض. إن الطاقة المكثفة التي تنبعث من هذه النجوم الصغيرة تجعل سحب الهيدروجين تتوهج باللون الأحمر. هذه الطاقة قوية جدا لدرجة أنها تأكل سحبا داكنة من الغبار وتختفي مثل كتل الزبدة في مقلاة ساخنة. بينما تواصل رحلتك ترى شيئا مذهلا للغاية، سحابة من الماء تطفو في الفضاء. ولكي نكون أكثر دقة، فهي سحابة من بخار الماء تحيط بثقب أسود هائل على بعد 12 مليار سنة ضوئية من الأرض. تحتوي السحابة على 140 تريليون ضعف حجم الماء الموجود على كوكبنا. ويعتقد علماء الفلك أن هذه السحابة المائية ظهرت بعد 1.6 مليار سنة فقط من ظهور الكون نفسه. يخفي المجال المغناطيسي للأرض قصة رائعة اتضح أنه يزداد ضعفاً يوماً بعد يوم. في الواقع لقد كان يفعل ذلك منذ 3000 عام، وإذا استمر هذا الاتجاه فقد نواجه بعض المشكلات خلال 1000 عام. ما هي الصفقة الكبيرة؟ حسناً، تصور هذا: الشمال المغناطيسي يصبح جنوباً والعكس صحيح. جامح جداً، أليس كذلك؟ عندما يحدث هذا قد يضعف الدرع المغناطيسي الواقي لكوكبنا، مما يسمح لمزيد من الأشعة الكونية بضربنا. يمكن لهذه الجسيمات عالية الطاقة القادمة من الكون أن تسبب أعطالا إلكترونية في أقمارنا الصناعية وتنتج عناصر قد تكون ضارة لنا. آخر مرة حدث فيها انعكاس قطبي كان منذ 772 ألفا إلى 774 ألف سنة. لحسن الحظ لدى البشرية بعض الأشخاص الأذكياء في هذه القضية الذين يحققون في تاريخ المجال المغناطيسي للأرض. يأخذون عينات من الرواسب من قاع البحر ويدرسون مغناطة الحفريات لمعرفة متى حدثت هذه الانقلابات في الماضي ومتى يمكن أن تحدث مرة أخرى. تدرس مجموعة أخرى من الباحثين شذوذ جنوب المحيط الأطلسي SAA، وهي منطقة واسعة من المجال المغناطيسي للأرض أضعف بحوالي 3 مرات من المجال المغناطيسي في القطبين. باستخدام بينات من أقمار صناعية متعددة يحاولون معرفة سبب حدوث شذوذ جنوب المحيط الأطلسي وكيف يمكن أن يتغير في المستقبل. وهذا يمكن أن يعطينا لمحة عن كيفية تأثير المجال المغناطيسي الضعيف على أقمارنا الصناعية وكوكبنا. من المؤكد أن جيلنا لن يكون هنا ليشهد هذه التغييرات، لكن ذلك يجعلك تتساءل كيف قد يبدو هذا الكوكب مقلوبا رأسا على عقب. مغناطيسيا هذا هو.
أعلن علماء الفلك في ناسا أيضاً أنه خلال 4 مليارات سنة ستحصل مجرة درب التبانة على توهج كبير بعد اصطدام كوني من شأنه أن يهز الأمور. أنا لا أتحدث عن حاجز صغير هنا، أنا أتحدث عن اصطدام عملاق مع مجرتنا الجارة المرأة المسلسلة. سيتعين على البشرية أن تتمسك بخوذتها الفضائية، لأن الشمس قد تندفع إلى منطقة جديدة من المجرة، ومع ذلك ربما لن يتأثر كوكبنا الأرضي ونظامنا الشمسي بشكل خطير. يبدو من الصعب تصديق ذلك، فكيف ذلك؟ أجرى تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا بعض القياسات الدقيقة لحركة المرأة المسلسلة. على الرغم من أن المجرات سوف تصطدم ببعضها البعض، إلا أن النجوم الموجودة داخل كل مجرة تكون متباعدة جدا لدرجة أنها لن تصطدم بالنجوم الأخرى أثناء التصادم. ومع ذلك سيتم طرح النجوم في مدارات مختلفة حول مراكزها المجرية الجديدة. وفقا لعمليات المحاكاة، من المحتمل أن يتم قذف نظامنا الشمسي بعيدا عن قلب المجرة عما هو عليه اليوم. ضع التلسكوبات الخاصة بك جانبا، فلن تحتاج إلى البدء في العد التنازلي للسنوات. من المحتمل أن يكون هذا الحدث مقررا بعد حوالي 4 مليارات سنة، لذا فإن فرص مشاهدته صفر. زحل يفقد حلقاته، ولحسن الحظ لن نكون هناك لنشهد هذا الحدث الحزين أيضا. على ما يبدو يتم سحب الحلقات من زحل على شكل أمطار غبارية من جزيئات الجليد، وكل ذلك تحت تأثير المجال المغناطيسي لزحل. وبحسب أبحاث وكالة ناسا، فإن المطر الحلقي يستنزف كمية من المنتجات المائية يمكن أن تملأ حوض سباحة أولمبي من حلقات زحل كل نصف ساعة. ومن المحتمل أن يختفي النظام الحلقي بأكمله خلال 300 مليون سنة. يعتقد العلماء أننا يجب أن نعتبر أنفسنا محظوظين لمشاهدة نظام حلقات زحل على الإطلاق، حيث يبدو أنه في منتصف عمره. ولكن إذا فكرت في الأمر بهذه الطريقة، أن الحلقات حول الكواكب كلها مؤقتة، فهناك احتمال أننا قد أضعنا للتو أنظمة الحلقات العملاقة لكوكب المشتري أو تلك الخاصة بأورانوس ونبتون. تحتوي هذه الكواكب على حلقات رفيعة فقط حولها هذه الأيام. لقد ناقش العلماء منذ فترة طويلة ما إذا كان زحل قد تشكل مع حلقاته، أم أن الكوكب قد اكتسبها في وقت لاحق من حياته. ويفضل البحث الجديد السيناريو الثاني، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن يكون عمرها أكثر من 100 مليون سنة، في حين أن عمر زحل نفسه يبلغ حوالي 4.5 مليار سنة. ما سبب ظهور الحلقات في المقام الأول؟ حسنا، هناك بعض النظريات تقترح إحداها أن الحلقات يمكن أن تكون قد تشكلت عندما اصطدمت أقمار جليدية صغيرة في مدار حول زحل، ربما لأن مداراتها قد أفسدت بسبب قوة الجاذبية من كويكب أو مذنب عابر. من يدري كيف سيبدو البشر في المستقبل؟ من غير المرجح أن نرى أي تغييرات كبيرة في حياتنا، ولكن دعونا نأخذ رحلة إلى المستقبل ونفكر فيما يمكن أن نتطور إليه. هل سنصبح سايبورغ مع كل أنواع الآلات الرائعة المزروعة؟ أو ربما سنصبح نوعا هجينا من الكائنات البيولوجية والاصطناعية؟ لفهم تطورنا المستقبلي علينا أن نلقي نظرة خاطفة على ماضينا. قبل 1 مليون سنة لم يكن الإنسان العاقل موجودا أصلا، ومع ذلك كان هناك عدد قليل من الأنواع الأخرى المماثلة مثل إنسان النياندرتال. وبالتقدم سريعا إلى يومنا هذا أصبح البشر أطول وأكثر ثباتا. ربما في المستقبل سنصبح أصغر حجما للحفاظ على الطاقة، حيث من المتوقع أن يصبح كوكبنا أكثر ازدحاما. عند الحديث عن الكواكب المزدحمة، فإن العيش في هذه الظروف الجديدة يعني أنه يتعين علينا التكيف بسرعة. نحن نتفاعل باستمرار مع الكثير من الأشخاص، وأصبح تذكر الأسماء مهارة بالغة الأهمية. ولحسن الحظ قد تساعدنا التكنولوجيا في زراعة دماغ من شأنه تحسين ذاكرتنا. وفي المستقبل قد يكون لدينا أيضا تقنيات أكثر وضوحا كجزء من مظهرنا. تخيل أن لديك عينا صناعية مزودة بكاميرا يمكنها قراءة ترددات الضوء المختلفة، في حين أن التنبؤ بمليون سنة في المستقبل هو مجرد تكهنات. إلا أنه يمكننا استخدام المعلوماتية الحيوية لعمل بعض التنبؤات حول المستقبل القريب.
تشير الاتجاهات الديموغرافية إلى أن المناطق الحضرية ستصبح أكثر تنوعاً وراثياً، بينما ستصبح المناطق الريفية أقل تنوعاً. وماذا عن الفضاء؟ إذا انتهى بنا الأمر إلى استعمار المريخ، فقد تتغير أجسادنا بسبب انخفاض الجاذبية. ربما ستكون لدينا أذرع وأرجل أطول، أو حتى شعر أجسام عازل مثل أبناء عمومتنا من إنسان النياندرتال. وفي المستقبل سيشهد قمرنا أيضا بعض التغييرات الدراماتيكية، سوف نفتقد هؤلاء أيضا. وفي غضون 5 مليارات سنة تقريبا ستصبح الأمور مثيرة للاهتمام حقا في هذا الركن من الكون. في الوقت الحالي الشمس باردة في مرحلة تسلسلها الرئيسي، فقد تحرق الهيدروجين. في المستقبل خلال مرحلة العملاق الأحمر سوف تنتفخ الشمس مثل البالون حتى يصل غلافها الجوي ويبتلع الأرض والقمر الحبيبين. قمرنا الطبيعي الذي يتحرك بعيدا عن الأرض سوف يتشوه تحت تأثير الشمس، سيكون مداره متزعزعا تماما، وسينتهي به الأمر بالقرب من الأرض خلال مرحلة القمر الجديد مقارنة بفترة اكتمال القمر، وهذا ليس حتى الجزء الأسوأ. إذا ترك القمر بمفرده فسيستمر في التحرك بعيدا عن الأرض حتى يحتاج إلى ما يقرب من 50 يوما للدوران حولنا. ومع استمرار الشمس في رحلتها سوف يسحب غلافها الجوي القمر ويؤدي إلى اضمحلال مداره. في نهاية المطاف سوف يتمزق القمر إلى حلقة مذهلة من الحطام تدور حول الأرض. نحن نتحدث عن كل جباله وحفره وحتى آثار الأقدام والأعلام التي تركناها هناك، وكلها متناثرة في حقل الحطام. هناك احتمال أن تتخلص الشمس من كتلة كافية لتجنيب الأرض والقمر الإبادة الكاملة، أو إذا كنا محظوظين حقا ستفقد الشمس 20% من كتلتها وسنكون آمنين وسليمين. الأمر كله مجرد نظرية في الوقت الحالي، لأننا لم نشاهد نجما عملاقا أحمر خلال هذه المرحلة. وقد يصبح الكون نفسه مظلما تماما يوما ما أيضا، لا يستطيع العلماء التنبؤ به على وجه اليقين المطلق، ولكن يمكنهم تقديم بعض التخمينات المدروسة. في الوقت الحالي يبلغ عمر كوننا 13.77 مليار سنة، وما زال ينتج نجوما جديدة يمينا ويسارا. يقال إنه في نهاية المطاف بعد حوالي 1 تريليون سنة سيولد النجم الأخير. سيكون هذا النجم الأخير عبارة عن رجل صغير قزم أحمر لا يمثل سوى جزء صغير من حجم كوكبنا. هذه النجوم هي الأبطال في العيش حياة طويلة، حيث تستهلك الهيدروجين ببطء للحفاظ على استمرار تفاعلاتها الاندماجية، لكن حتى هؤلاء لا يمكنهم الاستمرار إلى الأبد. وبعد مرور حوالي 100 تريليون سنة سينطفئ الضوء الأخير، سيكون الكون مظلما ووحيدا، ولكن لحسن الحظ لن نكون هنا لنشاهده يتلاشى. ظل علماء الفلك يسألون سؤالا واحدا لعقود، هل الفضاء حقا أسود كما نعتقد؟ حسنا، ربما أعطتنا مهمة نيو هورايزنز الفضائية التابعة لوكالة ناسا الإجابة. بعد استكشاف بلوتو استمرت المركبة الفضائية في التحرك وهي الآن على بعد مليارات الأميال من الأرض، هذا يعني أنها بعيدة عن كل التلوث الضوئي الذي نحصل عليه من مصادر مثل الشمس وجزيئات الغبار حول كوكبنا. استخدم العلماء الكاميرا البسيطة للمركبة الفضائية لالتقاط صور لما بدا وكأنه مساحة فارغة مملة بشكل لا يصدق، خالية من النجوم الساطعة أو أي شيء آخر يمكن أن ينثر الضوء مرة أخرى في الكاميرا. ثم قاموا بمعالجة هذه الصور لإزالة جميع المصادر المعروفة للضوء المرئي. بمجرد إزالة الضوء من النجوم بالإضافة إلى الضوء المتناثر من مجرة درب التبانة، وجدوا ضوءا قادما من خارج مجرتنا. لكن إليكم الجزء المدهش، وجدوا أنه لا يزال هناك الكثير من الضوء غير المبرر، في الواقع كان مساويا لكل الضوء القادم من المجرات المعروفة. هذا يعني أنه يوجد قدر من الضوء خارج المجرات بنفس القدر الموجود بداخلها. إذن من أين يأتي كل هذا الضوء؟ حسنا، قد يأتي من مصادر لم نكتشفها بعد، مثل المجرات القزمة الصغيرة الخافتة أو الظواهر غير المعروفة في الكون، أو يمكن أن يرتبط بالمادة المظلمة والتي لا تزال لغزا للعلماء. من خلال هذا البحث الرائد يمكننا القول إن الفضاء ليس مظلما كما نعرفه. ماذا لو أخذنا كل الضوء من النجوم والمجرات هناك وألقينا ببعض سحب الغاز والغبار؟ ما اللون الذي نحصل عليه؟ إنه اللون البيج،
هذا يقودنا إلى سؤال آخر، هل ما زلنا بحاجة إلى الشمس إذا كانت مساحتنا ملونة؟ والجواب القصير هو نعم، نحن نفعل ذلك. تنتج ألوان الفضاء عن تفاعلات الضوء مع الأجسام السماوية المختلفة مثل النجوم والمجرات والسحب الغازية، في حين أن هذه الألوان رائعة للمراقبة، إلا أنها لا توفر الطاقة التي تحتاجها الحياة على الأرض للبقاء على قيد الحياة. ها أنت ذا، لا تتوقع رؤية لون السماء والفضاء.